هكذا اللي كاين في الكوزينه. ايوا مالك يا بنتي هدى، حيت انت دابا طبلات الفطور دابا وجدات مع غياذن مع غناكلو، ماشي بحال الايام الاخرين كياذن. حنا مازال كنقليو في البريواج، حنا مازال كنصيبو في الحرشه، وحنا مازال دابا الحمد لله كلشي مقاد. ما درت كلشي، اش ما درتي نتيا؟ حطيتي هذوك الجبابن. ايوا شفتوا بعداها نتوما خدمتي اليوم، ولكن ما خليتينا حتى نديرو قيلوله. والله قيلوله لا وهنبك هذاك قيلوله، خاصكم غير الزيار. شوف تبارك الله شحال ديال الشيوا تحطيتها. حطي داك الشي، حطي تصايد ناكلو كاملين. خديها بنتي خديها. والله ما راكم غير قلتي لخالتي فريده راه حنا ما كاينينش في الدار، ولا حنا خارجين ما كنحملش هاد الصرا هذا تدخل عندنا للدار. فوقي دايره الله يهديك هدى، خليها لك البنت مازال صغيره. ويلي استغفرت الله العلي العظيم. شوفي فيا انت حنزه فيا. ها كثيره الله يستر. خديها بنتي. عطيتيها في الضمة كسكروت لي قلتليك، صيفط ليها كسكروت كلات كسكروت، عاود صيفط ليها كسكروت راه كتاكل النهار كامل. ما شتي بغيتي مسمنة اللي طيبتها راه كلاتها، كلات شي ثلاثة. صاحي ما بالصحة ثلاثة تبارك الله. ايوا بالصحة بنتي بالصحة. انت غير ناكلو كاملين. كلي راسك سويلي. بنتي مازال ما غناكلوش، مازال كنتسناو يأذن كيقول الله اكبر الله اكبر. عرفتي كيفاش زعما؟ كنتسناو يقول هكاك داك اللي كيصلي في سميتو في الزمان. كنتسناو نبقى نشرح لك. اوف شرحي ليها في الضم، ما تقطعنيش انايا. اي قول الله اكبر وناكل ان شاء الله. ماما راه ديت لك ديك المسخوطه ديال ساره التليفون، راه كتلف في الشرجم، راه كتلوح لك، راك عارفه كي دايره، راه كتلوح لك البورطابل. خليها تاخد التليفون سكتينا حتى نتيا، خليها ما غتلوح لك ويلي. غير خليها تلعب خليها. غير ما ناخذو انايا صار ماشي مشكل. اش كنتي راه غير عطاتو لها باش تسكتنا، شفتي شحال ديال الهضره فيها. الله اكبر. راه بنتي التمر في الضمار، التمر حداك. الحمد لله كامل. عطيني عطيني بسم الله. اللهم لك الصلاة على رزقك افطر بسم الله الرحمن. ولك الصمت على رزقك افطرت، اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال يا ارحم الراحمين. عطيني الحليب يا بنتي في الضمة. الحليب بالحليب بالحليب. بغيتي الحريره؟ لا لا هاكي بغيتي مسمن؟ هاكي هاكي خذي هاكي شدي الحليب شديه. الله اكبر الله. الحليب بالحليب كاس الحليب والحليب هادي ناري الحليب. ريتها لا وهبني لا وه لا وه لا وه لا وه تصلي يمكن تصلي حطيها. حطها.
نوضتو نتوما تصليو. راه غنصليو. يلا انا غنمشي نسبقكم. بسم الله. الله. شنو؟ عطيني مصيبة. إيه كتضربي بالصليط كتضربي بلي لقيتي الشمكرة الأخرى. نوضي. أجمع يديك. أش 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 أش. وراه. ماما تقبل ماما الله يتقبل امينه بنتي الله الحمد لله رب هو فينا هذاك المسلسل اللي قلتوا لي زوينه وما كيقتل بالضحك فينا هو ما عرفتش الطاقم التقني واقيلا هو اللي الطاقم التقني هو عندهم شي عطب في الطاقم التقني يمكن واقيلا الله يعطبهم كاملين ها ويلي اش بغيتي ماما هو المساكين طلع عندك الحق بصح عطبتي اختي طلعت لي في اخرى والو لا حول ولا داكشي كامل معطوب الله يعطبه لكن بزاف ماما انا غنوض يمكن نسلك يلا الحمد لله تبعت ويلي على كيد واقيلا راه غير الجمع الاخر معطل ها ويلي الصوت ديال الحاج محمد المؤذن اللي حدانا واش راه اذن والله الا الصوت ديال الحاج محمد هذا اللي ديما كيأذن واقيلا غير كيعاود استغفر الله العلي العظيم ها ويلي على كيعاود وين دستي قالت لي كيعاودوا ها ويلي دابا حنايا ما صافي رمضان وغنمشي لهنا ياك ها ويلي ساعتين باش فطرنا استغفرت الله العلي العظيم استغفرت الله العلي العظيم شكون قالت فيكم راه ادن شكون شكون فيكم اللي قالت راه ادن راه غنقتلها سمعتي سمعتي وراه حتى انا سمعتو ولكن ويلي يكون زعما هو اللي غلط يا ربي يكون هو اللي غلط حيت غيكون الذنب عليه ما فيه اللي يعاود هذا رمضان ما فيه اللي يعاود النهار من درت والو انا ما درت والو يعني هي قضيه فيها هي كيفاش فيها هي اش غدير ما عرفتش هدلت فيها مسخوطه كنت حيطان في البورطه حضرت كرطم